صلاة الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة بدون دعاء الشهداء، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، التثبيت في قبره والسكينة من الله تبارك وتعالى، بعد التكبيرة الرابعة الدعاء للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أربع تكبيرات على روح المرحوم ويصلي في والتكبير للمأمومين في السر ورفع اليدين عند أول تكبيرة فقط، ومن السنة